طبعا اهم حاجة مع المعلومات الخاصة بالكوين ماركت انك تتابعها بشكل يومي عشان تقدر توصل لتحليل مهم، ومع 60 ثانية مع كريبتو بانك لمان تقدر تعرف كل اخبار السوق. عايز اقولك ان في انخفاض بنسبة 8% في قيمة الماركت بالكامل الخاص بسوق العملات الرقمية، لان الان التداول في 1,950,000,000,000. اما بالنسبة للتداول اليومي فهو فيه هبوط بنسبة 22% بقيمة 49 مليار دولار، ولكن المؤشر الجيد في السوق اليوم ان لازال الاستحواذ الخاص بالبيتكوين عند 55.69%. ده ان دل بيدل ان في استحواذ كبير من البيتكوين، المعدنين ما بيبيعوش، وده لازم يكون عندك خلفية بانك تراجع معايا على قناة اليوتيوب وتنضم للتليجرام المجاني وتراجع معايا اهم عملات هتنطلق على السولانا في البامب فان. تعال بقى نقول ان البيتكوين دلوقتي بيتداول عند 55,400 والإثيريوم عند 2,332. كنا اتكلمنا قبل كده ان من اسوأ الاماكن التداول الخاص بالبيتكوين هو اسفل 54,500، الكلام ده نقوله لك من زمان. وايضا كسر 52,000 في البيتكوين هو يقودنا لل 49، كسر 49 يقودنا الى يعتبر نزيف. وايضا تعالى اقول لك ان ايضا الإثيريوم في اماكن جيدة للشراء، ولكن كسر الإثيريوم اسفل 2,200 دولار اعرف ان ممكن ياخدك لغاية 1,500 دولار. معلومات مهمة تفرق معاك لو انت بتشتري على دفعات، بتشتري على مراحل زي ما علمتك، مش بتاخد كل فلوسك وتشتري بيها مرة واحدة. لذلك مهم جدا انك تعرف المعلومات دي بدري، مهم جدا انك تكون متابع من بدري ايه اللي بيحصل في السوق عشان تقدر تاخد احتياطك، وبنفس الشكل تقدر انك تكسب ارباح فلكية مع الارتداد. لاني مش معنى ان احنا في هبوط عندنا، مش معنى ان احنا منتظرين تخفيض الفايدة، شوف بقالنا قد ايه ومقتنعين ان اول لما هيتم تخفيض الفايدة السوق هينطلق، مش معنى كده ان احنا نبقى قلقانين وزعلانين، لان في ملامح كبيرة لركود اقتصادي. ولكن مع الانتخابات الجديدة، الانتخابات الرئاسية الخاصة بامريكا، لا اظن ان هيكون في رئيس داخل على ازمة وركود اقتصادي، فلذلك في تهدئة كبيرة في الموضوع ده، بحيث لا ده يخسر ولا ده يخسر لغاية لما يعودوا في يناير على الكرسي، ثم من بعد ذلك هيبان الأثار الجانبية لما يمثل شبه ركود اقتصادي عالمي. لذلك ما تقلقش، لأن اللي موجود عندك النهاردة هنا هو موجود في الأسهم، هو موجود في كافة البورصات العالمية، فده بيوحي إليك إنك تطمئن، لأن في كيانات النهاردة كبيرة بتدافع عن البيتكوين وعن سوق العملات الرقمية. ما تقلقش، ما تبيعش بخسارة، معاك إمكانية إنك تدعم موقفك دعم، ما عندكش إمكانية من الأفضل ما تلمس المحفظة. تحياتي ليكم، دمتم في رعاية الله وأمنه. كنتم مع قناتكم كريبتو بنك ليمان، ودي قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية إدارة المحافظ الفي اي بي عن بعد وإدارة محافظ الأثرياء لدعم المحافظ الصغيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.